الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقفنا عند باب الوصايا وما يتعلق بها من كليات ومسائل. ومن المعلوم أن الوصية في اللغة معناها وصل الشيء بالشيء، فالوصية لغة مأخوذة من الوصل. وأما في الإصطلاح فهي الأمر بالتصرف بعد الموت، فكل شيء يأمر الإنسان بالتصرف فيه بعد موته فيقال له وصية. وهذا من الفرقان بينها وبين الهبة والعطية والنحلة، وذلك لأن العطية والهبة والنحلة وإن كانت من عقود التبرعات إلا أنها منجزة قبل الموت، فهي تصرف قبل الموت. وأما الوصية فإنها أيضا عطية، ولكنها عطية بعد الموت، فكل شيء يأمر الإنسان بالتصرف فيه من ماله بعد موته فيقال له وصية، فيقال له وصية. وذلك لأن الميت كان يتصل بماله في مصالح دينه ودنياه، فأراد أن ينتفع بماله أو ينفع به غيره من الصلة، فأوصى به ليتصل نفعه بماله، فسميت الوصية وصية لأنها تصل أحكام الحياة بأحكام الموت باعتبار هذه العطية. وفي بابها كليات. الكلية الأولى: كل واجب لا يحفظ إلا بالوصية، كل وصية لا يحفظ الواجب إلا بها فواجبة، كل وصية لا يحفظ الواجب إلا بها فواجبة. وذلك لأن المتقرر في القواعد أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولأن المتقرر في القواعد أن الوسائل لها أحكام المقاصد. فإذا كان على الإنسان شيء من الحقوق المالية لا يمكن حفظه إلا بالوصية، فتكون الوصية في هذه الحالة من الواجبات التي لا يجوز للإنسان أن يخل بها. وعلى ذلك ما في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ يبيت ليلة أو ليلتين وعنده شيء يوصي به إلا ووصيته مكتوبة عنده. فقد حمل كثير من أهل العلم هذا الحديث على من في ذمته شيء من الواجبات ولا يمكن حفظ هذه الواجبات إلا بكتابة الوصية، فتكون حينئذ من الواجبات. فيدخل في ذلك أداء الديون التي لم يؤدها في حياته، فيجب أن يكتب وصية بأدائها. ويدخل في ذلك أداء الأمانات إلى أهلها والحقوق إلى أصحابها والتي لم يؤدها في حياته، فالواجب عليه أن يكتب وصية بأدائها إلى أهلها. ويدخل في ذلك إخراج الكفارات المتعلقة بفوات شيء من حقوق الله عز وجل، فإذا كان على الإنسان بعض كفارات الأيمان لم يخرجها في حياته، أو بعض كفارات ارتكاب شيء من محظورات الإحرام، أو كفارة ظهار، أو كفارة وطئ في نهار رمضان، أو غيرها من الكفارات ولم يستطع إخراجها في حياته، فيجب عليه أن يوصي بإخراجها لأنها من حقوق الله الواجبة ولا تبرأ ذمته إلا بذلك. وكذلك أيضا ما لم يخرجه من الزكوات المتعلقة بذمته، فيجب عليه أن يكتب وصية بإخراجها قبل قسمة تركته على ورثته. ويدخل في ذلك ما في ذمته من النذور التي عقدها في حياته ولم يوفها، فكل ذلك من جملة الواجبات التي تدخل تحت هذه الكلية. فجميع الواجبات التي لا تحفظ إلا بالوصية بها فإنها تجعل الوصية واجبة، والكلام واضح. الكلية الثانية: كل من سلم عقله وصح تصرفه صحت وصيته.
فالوصية معلقة بهذين الأمرين: بسلامة العقل وصحة التصرفات. وبناء على ذلك فلا بد في صحة الوصية من البلوغ، فلو أن الصبي أوصى لم تصح وصيته، لأن الوصية نوع تصرف في المال وهو ممنوع من التصرف في ماله، ومن شرط صحتها العقل، فلو أن المجنون أوصى ما صحت لما صحت وصيته لعدم صحة تصرفه. ومن شروطها كذلك الرشد وهو حسن التصرف في المال، وبناء على ذلك فلو أن السفيه أوصى لما صحت وصيته لأنه ممنوع من التصرف في ماله. فإن قلت: وما حكم وصية الفاسق؟ الجواب: صحيحة إن كانت في جائز شرعا، وذلك لأن فسقه الشرعي لا يمنع من صحة وصيته. فليس من شروط صحة الوصية تمام الإيمان وكماله وعدم اتصاف الموصي بشيء من الأوصاف الشرعية كالفسق أو النفاق أو غيرها. فإن قلت: وما حكم وصية الكافر؟ فأقول: إذا سلم عقله وصح تصرفه فإن وصيته صحيحة. فإذا أوصى الكافر بشيء من الوصايا التي تجوز شرعا فإنه يجب تنفيذها. فإن قلت: وما حكم وصية المحجور عليه؟ ما حكم وصية المحجور عليه؟ فأقول: فيها خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح هو التفريق بين سبب الحجر. فإذا كان محجورا عليه بسبب نقص فيه هو فإن وصيته لا تصح، كما أبطلنا وصية الصبي ووصية السفيه ووصية المجنون، فإنهم محجور عليهم لعلة ترجع إليهم. وأما إذا كان سبب الحجر عليه لعلة في ماله فتصح وصيته، فوصية المحجور عليه لفلس صحيحة في الأصح، وذلك لأن الوصية إنما هي تصرف بعد الموت. فإذا قسمنا ماله المحجور عليه على غرمائه وبقي شيء أنفذنا وصيته، وإن لم يبق شيء فإن وصيته تعتبر غير نافذة لعدم وجود بقية من ماله. فإن قلت: وما حكم وصية الرقيق؟ الجواب: إذا سلم عقله وصح تصرفه فإن وصيته صحيحة مليحة ولا بأس بها. فإن قلت: وما حكم وصية المكاتب؟ فأقول: إذا سلم عقله وصح تصرفه وتملكه فإن وصيته صحيحة. فإن قلت: وما حكم وصية المدبر؟ وهو من علق عتقه على موت سيده، فمتى ما أدبرت حياة سيده أعتق فسمي مدبرا. فنقول: إذا سلم عقله وصح تصرفه وتملكه فإن وصيته صحيحة. فإن قلت: وما حكم وصية أم الولد؟ وهي الرقيقة التي جاءت بولد من سيدها، فهي تسمى في الفقه الإسلامي بأم الولد، فهي لا تزال رقيقة ولكن ولدها من سيدها. فنقول: إذا سلم عقلها وصح تصرفها فإن وصيتها صحيحة. فإن قلت: وما حكم وصية السكران؟ ترى هذه فروع يا جماعة. فإن قلت: وما حكم وصية السكران؟ فأقول: إذا كان في بداية السكر ولم يغطي السكر عقله فإن وصيته صحيحة لسلامة عقله وصحة تصرفه. وأما السكران الطافح الذي ارتفع عقله وغطي بسبب سكره فإن وصيته باطلة لأنه لا عقل له. ومن شروط صحة الوصية سلامة العقل. فإن قلت: وما حكم وصية الأخرس؟ الجواب: إذا سلم عقله وصح تصرفه وعلمت إشارته فإن وصيته صحيحة.
وعدم قدرته على الكلام ليس بمبطل لوصيته إذا كان قد أوصى بالإشارة المفهومة. والخلاصة من ذلك أو الجامع في هذا هو أن كل من سلم عقله وصح تصرفه فإن وصيته صحيحة، فصحة الوصية مبنية على هذين الشرطين والله أعلم. الكلية الثالثة: كل وصية تضمنت مخالفة شرع فممنوعة. كل وصية تضمنت مخالفة الدليل فممنوعة، وذلك لأن الوصية وسيلة لتحقيق شيء، فإذا كان المقصود منها مخالفة الشرع فإنها وصية جنف وباطلة. وبناء على ذلك فلو أن الإنسان أوصى، انتبه، بما يتضمن هلاك دين أو إتلاف دنيا فإن وصيته باطلة. فمتى ما تضمنت وصية الإنسان إعطاب شيء من الدنيا أو إتلاف شيء من الشرع فإنها تعتبر باطلة، كالذي يوصي أولاده بحرق جثته بعد موته فإن هذه وصية باطلة لأنها تخالف الشرع حتى وإن كان كافرا، حتى وإن كان كافرا. فلا يجوز للورثة أن ينفذوا الوصية التي تتضمن شيئا من ذلك، أو أن يوصيهم بأن يدفن على غير الشرع، كأن لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، فهذه وصايا لا يجوز تنفيذها لأنها تتضمن مخالفة شيء من الدليل. والأمثلة على ذلك كثيرة. ومن الكليات أيضا: كل وصية تتضمن فوات حق الغير فمحرمة. كل وصية تتضمن فوات حق الغير فمحرمة، وذلك لأن الشارع يأمر بالعدل كما قال الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل، وقد أوجب الله عز وجل العدل في كل صغير وكبير وفي كل جليل وحقير. فمتى ما كانت الوصية تتضمن مخالفة هذا المقصود الشرعي وهو العدل فإنها تعتبر باطلة. فيدخل تحت ذلك فيما لو أوصى بأكثر من الثلث، فهذه وصية تتضمن فوات حق الورثة في الإرث. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: الثلث والثلث كثير. فالله عز وجل إنما تصدق علينا من أموالنا عند سكرات الموت بثلث أموالنا، إلا إذا أجاز أصحاب الحقوق ما زاد على الثلث، وذلك لأن الحق يرجع لهم. والمتقرر في القواعد أن لصاحب الحق أن يتنازل عن حقه كلا أو بعضا. ويدخل في ذلك أيضا الوصية للوارث، فإنها تتضمن إهدار حق بقية الورثة، وذلك لأن الله عز وجل قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قول الله عز وجل: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، الوصية للوالدين والأقربين، فإنها من جملة الآيات التي نسخت بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث إلا إذا أجاز أصحاب الحق هذه الوصية. فمتى ما قالوا بأننا نقبل هذه الوصية فإنها حينئذ تنفذ، لأنهم أصحاب الحق، ولصاحب الحق أن يسقط حقه كلا أو بعضا. ويدخل تحتها الوصية بالمال كله، فإنها من الوصايا التي لا يجوز تنفيذها فيما زاد على الثلث،
لأنها تتضمن حرمان الغير حقه. فالله عز وجل فرض للورثة حقا في مال مورثهم، وهذا يريد أن يحرمهم من الحق المفروض لهم من الله عز وجل. فهذه صور ثلاث تدخل تحت هذه الكلية، ويدخل تحتها أيضا فيما لو أوصى أن لا يعطى صاحب الدين دينه، فقال أنا منعته دينه في حياتي وأنا أوصيكم ألا تعطوه حق ألا تعطوه دينه، فهذه وصية تتضمن إهدار حق الغير. فكل وصية تتضمن إهدار حق الغير فإنها محرمة شرعا، وذلك لأن من مقاصد الشريعة حفظ الحقوق، وأن يوصل لكل ذي حق، وأن يعطى كل ذي حق حقه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فأعطي كل ذي حق حقه. وكالوصية بألا يكرم ضيفا ولا ينصر مظلوما ولا يغيث ملهوفا كوصايا البخلاء، فإنه عند موته قد يوصي أبناءه بألا يهدروا أموالهم في إكرام الضيف، مع أن إكرام الضيف شيء مشروع وهذا حقه، وألا يغيث الملهوف، وإغاثة الملهوف من حقوقه الشرعية. فكل وصية تتضمن إسقاط أو إهدار حق الغير فإنها تعتبر محرمة شرعا والله أعلم. ومن الكليات أيضا كل ما كان من عقود كل ما كان من التبرعات فيجوز الرجوع فيه قبل لزومه. كل ما كان من قبيل عقود التبرعات فيجوز الرجوع فيه قبل لزومه. والوصية لا تقع لازمة إلا إذا مات الموصي، وأما ما دام حيا فإنه يجوز له أن يتراجع في هذه الوصية متى شاء، وذلك لأن له الحق في التراجع ما دامت روحه بين جنبيه. ولا تقع الوصية لازمة إلا إذا مات الميتة التي كتبها الله عز وجل عليه. وهذا ليس في الوصية فقط بل في كافة عقود التبرعات. فلو أن الإنسان عزم على الهدية فيجوز له أن يتراجع قبل قبض المهدى له إياها، ولو أن الإنسان عزم على وقف فله أن يتراجع قبل أن يتلفظ به، ولو أن الإنسان عزم على الصدقة فله أن يتراجع قبل قبض الفقير لها، ولو أن الإنسان عزم على العطية فله أن يتراجع قبل أن يقبضها من نواها له، وذلك لأنها من عقود التبرعات، وعقود التبرعات لا تقع لازمة إلا بشرطها، وهي في الهبة والوقف والصدقة والعطية والوصية وغيرها من عقود التبرعات. ومن الكليات أيضا كل من صح تملكه صحت الوصية له، كل من صح تملكه صحت الوصية له. فعندنا كلية في من سيوصي، وعندنا كلية في من يوصى له، وعندنا كلية في من يوصى إليه، وعندنا كلية فيما يوصى به. لأن الوصية مبنية على أربعة أشياء: على موص وفيه كلية، وعلى موص به وفيه كلية، وعلى موص له وفيه كلية، وعلى موص إليه وفيه كلية. فإن قلت وما الفرق بين الموصى له والموصى إليه؟ الموصى له أي من ستأتيه الوصية ويستفيد منها، الموصى إليه هو الناظر على هذا الإيصال كناظر الوقف. أنتم فهمتم هذا؟ طيب، فالكلية التي سأشرحها الآن هي كلية في من يوصى له،
تقول هذه الكلية كل من صح تملكه صحت الوصية له. فأنتم ترون أننا لم نتكلم لا عن سلامة العقل ولا عن صحة التصرف، وإنما هذه الكلية فيها شرط واحد فقط وهي صحة التملك. فإذا أوصيت لأحد يصح تملكه فوصيتك له صحيحة. وبناء على ذلك، فهل تصح الوصية للكافر؟ الجواب: هل الكافر يتملك الأشياء ويصح تملكه؟ الجواب: نعم. فإذا الوصية للكافر صحيحة. ومن الفروع: ما حكم الوصية للجن؟ الجواب: هل الجن في الأحكام البشرية يصح تملكهم؟ الجواب: لا. فالجن في أحكامنا ممن لا يصح تصرفهم، فحينئذ لا تصح الوصية لهم. فلا يجوز للإنسان أن يقول أوصيت بهذا البيت بعد موتي أن يسكنه الجن، أو هذا الطعام أن يأكله الجن. لماذا؟ لأن الجن باعتبار الأحكام البشرية فيما بيننا وبينهم لا يصح تملكهم، ومن لا يصح تملكه فلا تصح الوصية له. ومن الفروع أيضا: ما حكم الوصية للحيوانات؟ الجواب: لا تصح. وذلك لأن الحيوان ممن لا يصح تملكه، وما يفعل في بلاد الغرب من إنفاذ وصايا من مات وقد أوصى لكلب بشيء من ماله أو لهر بشيء من ماله، فهذا من خزعبلاتهم وخرافاتهم وتهوكاتهم. وأما في حكم الإسلام فلا يصح ذلك، لأن الحيوانات والبهائم مما لا يصح تملكها، ومن لا يصح تملكه فلا تصح الوصية له. ومن الفروع: ما حكم الوصية للعبد؟ الجواب: العبد عندنا عدة أقسام، فهناك عبد قن، وهو العبد الصافي الذي ليس فيه شائبة من شوائب الحرية أبدا، وهذا العبد بهذا الاعتبار أو المعنى يسميه الفقهاء بالعبد القن، يعني الخالص في العبودية، فهذا لا يصح الوصية له، لأن كل شيء يقع في يده فسيتملكه سيده، فالعبد ممن لا يصح تملكه. وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن اشترى عبدا وله مال فماله لسيده إلا أن يشترطه المبتاع. القسم الثاني: المدبر. المدبر، ومن المعلوم أن المدبر هو من علق عتقه على موت سيده، فإن كان قد تحقق موت سيده قبل موت الموصي فالوصية صحيحة لصحة تملكه لانقلاب أحكامه من عبودية إلى حرية. وأما إذا مات الموصي ولا يزال مدبرا قنا فإن الوصية حينئذ لا تنفذ. القسم الثالث: المكاتب. والمكاتب لا يزال عبدا ما دام عليه درهم، لكن كلما سدد شيئا من أقساط كتابته لسيده كلما عتق وأصابته الحرية بقدر ما سدد. فإذا أوصيت لعبد مكاتب فله الحق في الوصية بمقدار حريته، فإن كان قد أعتق ثلثه فله ثلث الوصية، وإن كان قد أعتق ربعه فله ربع الوصية، وإن كان قد أعتق ثلثاه فله ثلث الوصية. وكل ذلك متفرع على صحة التملك. ومن الفروع أيضا: ما حكم الوصية للحمل الذي لا يزال جنينا في بطن أمه؟ الجواب: صحيحة، وذلك لصحة تملكه،
ولذلك لو أن إنسانا مات وله حمل فله حق في هذا الميراث، ويسمونه ميراث الحمل، وله طريقة حسابية عند الفرضيين. شيخنا الشيخ عبد الله أعلم وأعرف بها مني. فإذا هذا الحمل بما أنه يصح تملكه فتصح الوصية له، فيقول الموصي هذه الدار لهذا الحمل بعد موتي، أو هذه السيارة لهذا الحمل بعد موتي، فالوصية صحيحة. ومنها أيضا ما الحكم لو أوصى لميت؟ أجيبوا، لا وأوصى للميت الجواب لا تنفذ هذه الوصية، لأن الأموات لا يصح تملكهم، الأموات لا يصح تملكهم. وفرقان بين الإنفاق عليهم مؤن التجهيز أو غير ذلك وبين كونهم يتملكون. فالميت متى ما خرج، فالإنسان متى ما خرجت روحه بطل تملكه، ولذلك جميع أمواله بعد الموت تنتقل إلى متملك آخر لزوال أحقية التملك بعد موته. فجميع ما يوصى به للميت يعتبر باطلا في الشرع. أظن الكلية واضحة. طيب، ومن الكليات أيضا كل جهالة في الموص، عفوا كل ما صح نفعه صحت الوصية به، كل ما صح نفعه صحت الوصية به. وهذه الكلية في الأشياء التي سوف توصي أنت بها بعد موتك، من عقار أو سيارة أو بهيمة أو مال أو ثياب أو أثاث ومتاع أو غيرها من الأعيان. فكيف أعرف صحة الوصية بها أو لا؟ هو أن تسأل نفسك سؤالا، هل يصح الانتفاع بها؟ فإن كان الجواب نعم فتصح الوصية حينئذ، وإن كان الجواب لا فلا تصح الوصية حينئذ. فالكلية في الموصى به ترجع إلى صحة الانتفاع من عدمه، فما صح الانتفاع به صحت الوصية به، وما لم يصح الانتفاع به فلا تصح الوصية به. وأظن الكلام واضح ولا يحتاج إلى أمثلة. ومنها أيضا، أي ومن الكليات، كل جهالة في الموصى به فمغتفرة. ما أدري كم رقم الكلية عندكم. كل جهالة في الموصى به فمغتفرة، وذلك لأن الوصية من عقود التبرعات، والمتقرر في قواعد المعاملات أن الجهالة في عقود المعاوضات لا تغتفر، والجهالة في عقود التبرعات مغتفرة. وقولنا مغتفرة سواء أكانت في المقصود أو فيما يتبعه. فلو قال لرجل أنا سأوصي لك بعد موتي بشيء صحت الوصية، مع أن الموصى له لا يدري عن هذه الوصية بأي شيء ستكون، وذلك لأن عقد التبرع لا غرم فيه، فليس قيامه على المعاوضات، فإن حصل وتم فمغنم، وإن فات فليس في فواته مغرم. فإن الموصى له لم يدفع شيئا، فهو سيحصل فيما لو تمت الوصية، وإن لم يقدر الله تمامها فإنه لم يدفع شيئا من ماله ولم يغرم شيئا. وبناء على ذلك قال الفقهاء تصح الوصية بالمعدوم في الأصح. فلو أن إنسانا لم يتملك بيتا بعد وقال إن تملكت البيت فهو لك، فهو يوصي بأمر معدوم، ولكن الوصية تصح بالمعدوم،
مع أن المعدوم فيه جهالة عظيمة، ولكنها جهالة في عقد تبرع، والجهالة في عقود التبرعات مغتفرة. وكذلك تصح الوصية بالمعجوز عن تسليمه في الأصح. فلو أن العبد الآبق، فلو أن السيد أوصى بعبده الآبق لصحت الوصية، مع أنه حال الوصية عاجز عن تسليمه. ولو أن المالك أوصى بالجمل الشارد لفلان لصحت وصيته. وتصح الوصية بالمجهول في الأصح كالحمل في البطن، فإنه لا يزال مجهولا. ومع ذلك لو قال ما في بطن هذه الناقة لفلان، أو ما في بطن هذه الشاة لفلان، فكل ذلك جائز سائغ لا بأس به. بل ولو قال أوصيت لك بعبد من عبيدي لصحت الوصية، مع أنه لا يزال مجهولا. أو قال أوصيت لك بسيارة من سياراتي، أو بعقار من عقاراتي، كل ذلك تقع الوصية به صحيحة مع وجود الجهالة فيه. لكن الكلية عندنا تنص بأن الجهالة في الوصية مغتفرة، سواء أكان في مقصودها أو في توابعها. ولكن لو كان العقد من عقود المعاوضات لما اغتفرنا الجهالة في المقصود به، وأما الجهالة في الأمور التابعة فمغتفرة في العقدين لخفتها. ولو أنه أوصى لك بالصوف ولا يزال على الظهر، فهذا مجهول المقدار والوزن، ولكنها وصية صحيحة. أو أوصى لك بما يثمر نخله في السنتين القادمتين، وهذا مجهول ولكن الوصية تصح به، والله أعلم. ومن الكليات أيضا، انتبهوا وركزوا معي، كل من صحت استنابته صحت الوصية إليه. أبو أنس معي؟ هذه الكلية في أي شيء؟ كل من صحت استنابته صحت الوصية إليه. هذه الكلية في الناظر على الوصية والمهتم بشؤونها والأمين عليها حتى يقبضها بعد موت مالكها، ثم يسلمها لمن؟ للموصى له. فمن الذي تصح الوصية إليه؟ الجواب هو من تصح استنابته في العقود. فكل من صحت استنابته في العقود فإن استنابته في الوصية وإيصالها لمستحقها صحيحة لا بأس بها. وبناء على ذلك فتصح الوصية إلى المسلم، يعني بمعنى أنك تأمر مسلما بإنفاذ وصيتك. ولكن ما الحكم لو كان كافرا؟ الجواب، هل تصح استنابة الكافر في البيع والشراء؟ تصح ولا لا؟ تصح. إذن تصح الوصية إليه ولا لا؟ طيب، ما حكم استنابة المجنون؟ ما حكم الوصية إلى المجنون؟ ها؟ الجواب، لا يصح الإيصاء إليه لأنه لا تصح استنابته. مسألة، ما حكم الإيصاء إلى السفيه؟ الجواب، لا يصح الإيصاء إليه لأنه لا تصح استنابته. ومنها أيضا، ما حكم الإيصاء إلى الفاسق؟ الجواب، لا بأس به إذا غلب على الظن أنه سيقوم بحقوق هذه الوصية.
لأن استنابته في البيع والشراء أو غيرها من العقود صحيحة، ومن صحت استنابته صحت الوصية إليه. ومن الكليات أيضا كل وصية فعلى عرف موصيها. أخوان اختصار، اختصار طيب في هذا الباب. كل وصية فعلى عرف موصيها، فإذا كان فيها شيء من الألفاظ المجملة فإننا نفسرها بالعرف أي بعرف موصيها، وإذا كان فيها ألفاظ مطلقة فإننا نقيدها بعرف موصيها، وإذا كان فيها ألفاظ خرجت على وجه العموم وعرف موصيها يقتضي التخصيص فإننا نخصص عمومها بعرف موصيها، وإذا كان هناك ألفاظ عرفية فنحملها على المعاني العرفية المتقررة في عرف موصيها. فالوصية من أول كلمة فيها إلى آخر كلمة فيها لا بد وأن تحمل على عرف موصيها، فيبين مجملها بعرف موصيها، ويقيد مطلقها بعرف موصيها، ويخصص عمومها بعرف موصيها، ويختلف معناها على حسب اختلاف عرف موصيها. وهذا واضح. الكلية الأخيرة، كل شرط في الوصية فواجب التنفيذ إلا بدليل. كل شرط في الوصايا فواجب التنفيذ إلا بدليل، وذلك لأن المسلمين على شروطهم، إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، فلو أوصى بهذه الدار للفقهاء فلا يدخل فيها إلا هم، ولو أوصى بها للفقراء فلا يدخل فيها إلا هم، ولو أوصى بهذه الدار لبطنه الأول ثم لبطنه الثاني ثم ينتقل إلى الفقراء والمساكين فله ذلك، فلا يجوز لأحد أن يغير شيئاً من تلك الشروط التي نص عليها الموصي إلا إذا كان هناك منها ما يخالف دليل الشرع، وإلا فالأصل أن الوقف على شرط واقفه، والهدية على شرط مهديها ولا لا، والإجارة على شرط عاقدها، وكذلك الوصية على شرط موصيها، إلا إذا كان هناك من الشروط ما يحل حراماً أو يحرم حلالاً فإننا نقول هذا لا يجوز، وإلا فالأصل أنه يجب علينا أن ننفذ هذه الوصية على شروطها. أظن أن هذه الكليات جاءت على كل ما نريد إثباته من الأصول العامة في هذا الباب العظيم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.